بالنسبة لمسألة يمين الطلاق، لا، يمين الطلاق غير الطلاق المباشر. يمين الطلاق لما يقول علي الطلاق، اللي عليه الفتوى انه ده يمين وكفرته كفارة يمين، وده إذا كان اللفظ اللي قاله الزوج زي ما حضرتك تفضلتي بهذه الصورة اللي حضرتك قلتيها. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتوفيق والإنجاب، حق مشترك بين الزوجين. لا ينفع الزوج يجي يرغم زوجته عليه، ولا تيجي الزوجة تحط الزوج قدام أمر واقع في مواجهة إنها هي فجأة بقت حامل. يعني لازم الأمور إن هو يبقى عارف إنها واخدة وسيلة، وبعدين هي تنزع الوسيلة من وراء، أو إن هو يرغمها على إنها تنجب. هي برضو لابد لها من صحة نفسية وجسدية لأنها تستطيع أن تباشر وتراعي هذا الرضيع الصغير. فاتقوا الله الإنسان، فاتقوا الله الناس، تتقي الله في بعضها البعض، الزوج يتقي الله في زوجته وكذلك الزوجة في زوجها. وإن حكاية بقى عشان أجيب ولد وما أجيبش ولد، ولعلك ما جبتش ولد هتعمل ايه؟ فما نكلفش بعض فوق الطاقة، ده من الحقوق المشتركة. لا ينفرد الزوج بيه القرار ده، ولا الزوجة كمان تنفرد بيه، لازم الاتنين تقفوا مع بعض على اتفاق. ولا يكون أبدا من حسن العشرة والمعاملة أن يكون الحلف بالطلاق هو ذريعة للضغط على الزوجة لكي تنجب. نسأل الله السلامة.